اصحابي عاملين ايه؟ انا زياد. وانا خالد. النهارده عاملين التحدي ما بين البومه الحلوه الجميله اللي عجبتنا والخروف الحلو الجميل اللي عجبنا، واكيد عجبت اصدقائنا الحلوين. والله هنجربهم مع بعض ونشوف كل واحد فينا. انا وخالد هنختار ايه؟ انت هتختار ايه يا خالد؟ الخروف. وانا هختار البومه عشان البومه احلى. يلا نجرب. خلاص اخترت الخروف يا خالد عشان ما ترجعش في كلامك تاني. لا، اخترت الخروف. وانا هختار البومه. خلاص هنعمل تحدي ما بينهم ونشوف مين الاقصى والاحلى. يلا يا خالد عشان نبدا التحدي مع بعض ونشوف الاحلى والاقوى. انا موافق. اول ما اقول جو نبدا. واحد اثنين ثلاثة جو. مع السلامة. باي باي. استنونا في فيديو جديد. مع السلامة. باي باي يا اصحابي. باي باي.